هو كان حابب نبعدنا، هو كان حابب جاي ما اعرفش بقى هو كان حابب ولا في حاجه ان الكبار ما بقوش موجودين، لان الفتره دي جه فيها بقى حسن حسن وابراهيم حسن وجت مجموعه كبيره، ففوجئنا ان احنا ككبار بنستبعد وما كانش في حاجه، وبعدين كنت بلعب اساسي قبل ما يجي، ففوجئت ان هو الفتره دي حصل صدام، كان ممكن تحصل مشكله كبيره جدا، وفوجئنا احنا جايين الصبح جايين نتمرن، بيقولنا لا ما تجوش انتوا تطلعوا وتروحوا وتجوا بالليل تلعبوا ماتش ودي. طب انتوا ما كلمتونيش من امبارح ان احنا نيجي الصبح الساعه 9 وتقول لي تلعب بالليل ماتش ودي ومع الناشئين؟ قلت له لا مش هلعب مع الناشئين. كان ساعتها محمد صبر وانا هو بتعمد ان هو يدخلك في صدمات، فاهمني ازاي؟ عارف لما حد انا بقى انا راجل وعارف انت بتحاول تستفز اللي قدامك ازاي، حصل صدام بينه وبينه وكان ممكن تبقى مشكله كبيره لولا ان الناس احتووها وخرجنا، والدكتور كمال احتواها بصراحه، الدكتور كمال درويش، وصالحنا على الراجل، وكان ساعتها في معسكر دخلنا المعسكر، لكن بعدها طبعا خلاص الموضوع انتهى بالنسبه لي، ان انا مش حابب ان انا اقعد، لان انا بدل ماليش بصمه او ان انا مش هبقى موجود وليه حاجه في الفريق، ماليش لازم ابقى موجود.